هذا البرنامج مودع لدى المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف منذ سنة 2019. كل برنامج قدم في هذه الفترة هو مستنسخ عنه. برنامج ريحة البلاد يهدف إلى تثمين التراث المادي واللامادي وبعث الروح في كل ما تسخر به بلادنا من ثراء، ولخلق ثقافة سياحية لدى الناس وثقافة انتماء لتونس. مريم بن حسين. سيدي بوسعيد هي ضاحية سياحية تقع 20 كيلومتر في شمال شرق تونس العاصمة، وتعد أول موقع محمي في العالم، ويعود تأسيسها إلى القرون الوسطى، وتقع في أعلى المنحدر الصخري المطل على كارتاج وخليج تونس. ترتفع على مستوى سطح البحر مسافة 126 متر، وتقدر مساحتها ب 164 هكتار مربع. وتحتل سيدي بوسعيد موقع مهم بين المدن التونسية على خاطرها تتميز بفن معماري خاص. نلقاو جل البيوت بهذه الضاحية بيضاء ذات أبواب عتيقة، وتحتوي هذه الأبواب على نقوش وزخارف، وتنسب المدينة إلى الولي الصالح أبو سعيد البيشي. نشأة مدينة سيدي بوسعيد لزمن الفينيقيين اللي أسوا مدينة كارتاج، وكان جبل سيدي بوسعيد يسمى أنذاك جبل المنار ولا جبل المرسى. كان هذا الجبل هو الحصن المنيع والحامية العسكرية وبرج المراقبة والمدافع الأول على كارتاج وكامل المدن التونسية. وتحول المكان هذا إلى مصيف للخلاعة، وكانت العائلات تقصده كمقر ثاني للإقامة لها في فصل الصيف بهدف الاستمتاع بالطبيعة الساحرة والمناخ المتميز في جو قريب من سيدي بوسعيد البيجي وجو من الصوفية والتأمل. ويشتهر سيدي بوسعيد بالعديد من الاحتفالات ذات الطابع الديني، كما احتفال الخرجة مثلا في كل عام في الصيف. العدس
قصر الباغون دي غلانجي هو من أبرز معالم التراث المعماري في تونس، وتجمع هندسته بين خصائص المعمار التونسي وعناصر معمارية تنتمي إلى الفن الأندلسي. بناه الباغون دي غلانجي بين 1912 و 1922 وسط حديقة شاسعة تشرف فوق هضبة سيدي بوسعيد على خليج تونس في جبل المنار، وكان يمارس فيه أقرب زوز هوايات ليه اللي هما الرسم والموسيقى، وتعلم زيد العزف على القانون. ومن بعد انصرف إلى البحث في تراث الموسيقى التونسية ذات الأصول الأندلسية. الباغون دي غلانجي في 1915 طلب من ناصر باي باش يبدل الألوان متاع سيدي بوسعيد، وفرض استخدام اللون المميز للبنايات في الجهة، وهما اللونين الأزرق والأبيض كما الأمر في سانتوريني. أما فما شكون من العائلات كانت ضد اللون الأزرق واحتفظت باللون متاعها اللي هو أخضر ولا بني. ويقال إنه الباغون دي غلانجي جيل تونس واستقر لأسباب صحية، وكانت خاطر وقتها عنده حساسية من لازمته، الأمر اللي دفعه إنه يفتش على مناخ أكثر ملائمة صحيا في تونس، ياخي اختار سيدي بوسعيد. ومن بعد ما مات قعد القصر على ملك ورثة البارون حتى عام 1989، ومن بعد قامت الدولة التونسية بشراؤه وحولته إلى مركز ثقافي يحمل اسم مركز الموسيقى العربية والمتوسطية. كول دو تونس. أهم تمركز للأروقة الفنية هي مدينة سيدي بوسعيد، أو الجالغي كانت لحمادي الشريف. عبد العزيز القرشي من كبار الرسامين، وساهم في العديد من المعارض في العالم والعديد من الجداريات والمنحوتات والزرابي الفنية والطوابع البريدية. الجالغي متاعه كانت اسمها عمار فرحات. توفى في 10 جانفي 2008 وتدفن في مقبرة سيدي بوسعيد. بنته عايشة القرشي اليوم تشرف على الرواق اللي بعد ما مات ولا اسمه أغرجي. رواق البلدية اللي هو رواق عمومي اتسمى باسم الهدي التركي، اللي يعد رمز من الرموز الفنية في تونس، تميز بخصاله الإنسانية وتخصص في الرسم التجريدي والرسم بالرصاص والحبر الصيني. بما أنه تفينا في الخدمة في الجالغي هذه، وبما أنه بيته كان لاصق للجالغي زادة، إكراما لي البلدية عائلة زروق. كي عزيز عزيز عزيزي جاء بنا دار خلاعة هنا، كوم سيتي لو غران تيمام دو لا زيتونا، وكان عنده مكانة خاصة، وواحد من الزرقاء داروا ليسباس هذايا، قالوا مادام انت جيت بنيت دارك هنا، هذايا مالا تاخذه انت تحط فيه الكاليس نتاعك والحصن نتاعك. انا اليوم سي جو سوي لا سيزيام جينيراسيون على غالغي، سوف كو ملي تنحاو الزوايل والكاليس وكل تسكر، قعد مسكر بوندون 80 سنة. سيدي بوسعيد سي مونمارتر نتاع تونس، ولا
البقعة اللي فيها أكثر، البقعة جغرافيا اللي فيها أكثر تمركز متاع فنون متاع رواقات فنون في 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 تونس. دونك لا ريكومونسي كوم سا. جات جاو البيات خرجوا هالإشاعة هذه، قالوا اللي سيدي بوسعيد ما جامي اكزيستي كولي، والشخص اللي يحكيوا عليه هو سان لوي. دونك يا ناس شوفوا كي نحلوا احنا لغير المسلمين النتيجه اللي يعطيوها. هذا يا روا دو فرانس اللي سي كونفيرتي على الاسلام ولا ولي. اي ا بارتير دو لا كا كومونسي لو لا توليرانس d'acceptation des non-musulmans à Sidi Bouzaïd et le voyage des premiers peintres orientalistes à partir de 1880. Là, c'est une Il n'y avait pas une maison à la Médina où on ne trouvait pas ce genre de détails. كانوا يقولوا بها ياسر. والفوق بيت شعر تاع المتنبي. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. هذيك سي ان روبان، سي اون سانتور انسيان دون برودري تونيزيان. نرجع لكم للبرودري. سيدي بوسعيد لو بروميي غالريست اللي بدا هو حمادي شريف. بعد يا يو لا غالري مونيسيبال اللي هي سي لونترين وسي عبد العزيز البرشي. جاب سيدي بوسعيد اللي بدا غراس ا لوي اون ا لوي غالري مونيسيبال. بعد عبد الغالري نتاعو هو بعد لا يغيب سلمى حمدي الفياني كي سويفي لا تراس دو سان انطون اي سي حمدي كي فيه الغالري دو فيورون بلو كي اجوردي لسباس عتيق دوتا يا لا غالري سالاتان جيري بار سيدي باسويني. دونك في الرقعه الجغرافيه الظريفه هذيا سي لا بلو كروند كونسونتراسيون دو غالري في تونس. القرية فيها برشا أولياء وصالحين، تقريبا مدفونين فيها 15 راجل وثلاثة نساء. سيدي الظريف كان ولي صالح وأديب وموسيقي، وهو اللي كتب نعورة الطبوع. سيدي شبعان اللي ولا مقهى. سيدي فويح المسك اللي قبره موجود في القهوة العالية، واللي بعد ما مات كانت فما ريحة مسك قاعدة تنبعث من المكان. ومن بعد ولا وقت ما يصير وقت تقطير الزهر لهي اللي يعملوا مشامم ويعلقوهم غادي حتى نساو اسمه ولا يلقب فواح المسك. لله زعيف رانا. آخر الأولياء اللي تدفن في سيدي بوسعيد هو سيدي عزيزي، غير أسطورة كرسي الصلاح اللي نحنا ماشيين له أنا وعلي الشريف، وبش يزيد يحكي لنا عليه. دونك من هنا حتى البحر باش نلقاو 365 درجة. واسمه كرسي الصلاح على خاطر كي نهبطوا لوطا ان سيغتان مومون فما اون بوتيت بلاتفورم، وكان هذاك كان المجلس نتاع سيدي بوسعيد بيدو، نتاع الولي سيدي بوسعيد بيدو. كان يقعد هو غاديكا، وكانت حلقة التعليم والذكر نتاعو تصير غادي. سيدي الظريف كان ولي صالح، وكان أديب، وكان موسيقي. يقول من بعد جس الرهاوي وجر الطيل من طرب وتاه في الرمل أحيانا فأحياني، وأصبهان غدا يحكي بسيكته محير الحال مزموما بهجراني. هذا مش موسيقي، راجل شيرجيان في الموسيقى معناتها. أيوة. وكان هذا ما تسميش مرمان، شكون باش تسمي؟ فهمت؟ دونك الموسيقى والأدب والصلاح تربطت برشا في سيدي بوسعيد. كانوا قبل وقت اللي تحل الخلاعة للسيزون استيفال، كانت الكبار في سيدي بوسعيد يتلموا ويسيلوا الدم في أول دروج كرسي صلاح وآخر دروج كرسي صلاح، باش الناس ما تضرش، باش الناس كي تعبت تمشي، باش الناس كي تعبت تمشي. كانوا يقولوا الأسطورة تقول أنك تمشي على أولياء، ما عادش تتعمل. وقت اللي الرئيس بن علي يبني في باش يبني القصر نتاعو، نقلهم كانوا هنا، نقلهم سيدي بن نور وسيدي جبالي. ويقال انه واحد من الاولياء زار الرئيس بن علي في المنام وقال له كيما نحيتني من بقعتي نحيك من بقعتك. قام مع هذا الحكايه معروفه ياسر في سيدي بوسعيد، يقول لك خدام انا هاي كملنا كل شيء سي بون من غدا جيب جوزكم. لقاو بارتي طايحه. والخاصيه اللي كانت
في سيدي بوسعيد وقاعده تقل، معناتها مالوغوزمون اللي في سيدي بوسعيد الفوارق الكل تتنحى. اسمعني اون فوا او كافي لابخي ميدي، في العشيه الناس في القهوه، الفوارق العموريه والاجتماعيه والدينيه والعرقيه تتنحى. ما فماش هذا كبير وهذا صغير، ما فماش هذا وزير وهذا ززار، ما فماش هذا طالب وهذا ساغي. الناس الكل كي تقعد العشيه باش تشرب كاس تاي ولا قهوه عربي، ساعه كي تبزر لهم لابسين جبايب قمرايه ما تفرقش ما بين الامير وما بين الخضار. هذه دار عبد الستار البحري، دار الشيخ البحري. من الحاجات اللي فما برشا في سيدي بوسعيد يتكرروا برشا زادا، سيلو الماء، لي سورس دو والعيون، فما لابيار، فما الاربع بيار اللي عيطوا لهم العين الطويله. اني عين الاربع بيار؟ في الهبطه، في الهبطه دوما تهبط دور على اليمين. هوني مثلا كان فما عين اسمها بير عين مسعود، عين طاسات كانوا يتبركوا بها قبل. ثان فما في التراث المسموع قبل ثم غناء يقول لك شيلني من الأدراك يا باجي نوب عليا، داويني بدواك والله يا برما بيا. في عين الطاسات يا باجي زيارك جيت، نصبوا الخيمات من عرب وبلدية، كرسي الصلاح نمشي مشوار ونرتاح، بحرك جراح والموجة تلطم فيا. شريفة محليك تبوتك بحذا باباك، الرب عطاك زيدني مسر شوية. وريحتها كلها فواحة، كلها ياسمين. مولان دور، حكاية بن أبو سعيد ابن خلف التميمي الباجي. تولد بباجة القديمة اللي هي بحثة منوبة، أغلب الظن صنهاجة، كانت اسمها فاجة تونس، عام 551 هجري الموافق 1156. قرا وتعلم في جامع زيتونة، وملي كان صغير كانوا يقولوا هذا الصبي مش يكون عنده شأن كبير. عاش في تونس في المدينة، ومن بعد مشى للحج، ثم مشى للشام وعاش فيها فترة، ومن بعد رجع لتونس. كمل حياته في سيدي بوسعيد فوق الهضبة، كان يقوم بكل الطقوس الروحانية متاعو، وكان صديق سيدي عبد العزيز المهدوي متاع المرسى، وقابل زيد الإمام محي الدين بن عربي مع الخضر. وقت اللي توفى سيدي عبد العزيز
غسلوا سيدي بوسعيد ودفنوا ورث منه المنظومة الروحانية الكلها، ولا يقري في بقعته كل أصول الطريقة الصوفية ولا الشيمي. كان علامة كبير وقرى برشا ناس، منهم سيدة منوبية وسيدي بلحسن الشادي. سموه رئيس البحار خاطر كانوا يستنجدوا بيه. البونتا متاع سيدي بوسعيد كانت اسمها كاب كارتاج، وهذه بلاصة فيها كوران كبير، والبحارة كانوا يستنجدوا بالولي اللي مقابلهم اللي هو سيدي بوسعيد الباشي. وبعد ما ماتوا الصيدة وليو كي يحبطوا ما يقربوش للبونتا بالكل. سي حبيب مش ليقول يشتهر بين أهله بمعرفة تاريخ المدينة، حكينا شوية على سيدي بوسعيد الباشي في الزاوية. سيد علي المكي جاي للبلان زين الوقت وفوق سيد علي المكي حامل المنطقة هذيك، وسيدي بوسعيد في كاب كارتاج حامل المنطقة هذه، حامل جولد تونس. دونك يكوميونيك انتر اون كا دو سي فو انترفينير ايز انترفينير جونفوا الفاسو خلاص. احنا الناس يعملوا بيو، احنا تو تو الصيادة الكل بتاعنا يملك سيدي بوسعيد في رئيس البحر. سي بور سا إلا بيل رئيس البحر، خاطر هو كان ديما في البحر. C'est le mouvement de marée, surtout pour l'étal de mer, de pleine mer. Il y a avec un courant assez puissant. Le flèche ne court pas, parce qu'il n'y a pas de mal à rocher. Et les poids, dis-moi, c'est tout le monde chose. C'est pas grave. Donc, il faut que vous allez où vous allez. تتفصل لي مانا يحسب يقول كل يوم ساعة، يقول لك يوخر بساعة البحر، يوخر بساعة هو سلم من دول الليل. أنا سيدي فواحي مسك اللي هو ولي في الليل مدفون هنا في البيت من دنيا توكي نخرج من الكلوار هنا البيت مقابلة، ولكن عنده لكسي عنده إنجليز كنتين واحد كل تاتي على القوة العالية اللي كانت أنا ذا كانت المدخل نتاع نتاع الزاوية، ما كانوش يدروا يا رب. وشنو حكيتوا علاش يرسموا فيه مشامة؟ هو المسك عاد، المسك ما لا اللي عنده الإمكانيات يجيب القبائل إن شاء الله. كانوا جماعة صفر ذكر محسن صفر الله يرحمه كان ديما يجيب القبائل ويشعلوا فيه، نهار الخميس في الليل يشعل القبائل ويحطوا تحت ستين جنيه والباب نتاعها والقبر هنا من البيت من هنا في الجزائر في الصحن الكبير، هذا صحن صغير ولا صحن كبير، كانوا يتباركوا به سيدي بوسعيد، كانوا يجيو يقراوا يتلمزوا عليه، علمك كان علمك كبير. خرجة سيدي بوسعيد هي طقوس صوفية ضاربة في القدم تعيش على واقعها مدينة سيدي بوسعيد، تتعمل كل عام في الجمعة الثانية من شهر أوت، ويجيو الناس من كل بلاصة للفرجة والاستمتاع بالموسيقى الصوفية والأناشيد الدينية وخصوصا جماعة أريانا. وقديما كان زوار المدينة يباتوا 3 ليالي في مقام سيدي بوسعيد، تتردد فيه العيساوية والأذكار والأمداح النبوية، ابتهالات وجو روحاني وخشوع عميق عند الناس اللي يحرصوا باش يجيو. وهذا زاد ترسخ خصوصا بعد ما حرقوا مقام سيدي بوسعيد على يدين بعض مما لا ينتمون لتونس ولا يعتزون التاريخ العريق. تضامن كبير صار ولو الناس يجيو بكثافة لإحياء تاريخ الخرجة اللي هي عادة قديمة متجددة تغذي الروح بفضل ترديد الأذكار الدينية على الطريقة العيسوية. خرجة سيدي بوسعيد هي تيمن بهذا الناس اللي تبوأ مرتبة مرموقة في التصوف، مشكورين كل أفراد الخرجة اللي قبلوا دعوتنا ولبوها بكل رحابة صدر في اليوم الفضيل هذا، باش نستمتعوا بالمجرد بالحضرة وبختم السلمية مع خرجة سيدي بوسعيد الباشي. Okay.
وسعه ثم الصلاة على النبي وآله ثم الصلاة على النبي وآله خير الأنام خير الأنام خير الأنام ومن به يتشفع. Oh,
بهم ويوثق قطط الأزقة في سيدي بوسعيد. ميناء سيدي بوسعيد ولا البلاصة هذي كانت فيها البريرك، كل عائلة كانت عندها البركة متاحة. وبعد الاستقلال تنحاو وجا في بلاصتهم البور دو بليزانس هذا اللي تبنى في أول الستينات، ويقع الميناء في مكان رائع على الجانب الجنوبي لرأس كارتاج، ويمثل نقطة التقاء لعشاق الموانئ بمختلف أصنافهم من كل المتوسط، من سيسيليا والكورس وإسبانيا إلى آخره. وبحكم وجوده في قلب خليج تونس والمنطقة السياحية ساحل كارتاج، فهو يوفر مرافق ممتازة. بعد الدورة هذه الكل مشينا لدار زروق اللي هو قصر أرستقراطي، سكنوا عبد الله محمد العربي زروق وزير تحت حكم حمودة باشا، وابنه محمد العربي الثاني اللي كان شيخ المدينة. تبنى القصر قرب قصر أمراء بنو خراسان اللي سكنوه أيضا أديات المراديين عثمان ويوسف وأستمراد، واللي أنشأه قرصان تفويضي في القرن 17، واللي يقع على مقربة من 50 متر من زاوية سيدي بوسعيد وقدام كرسي صلاح، وهو اليوم من أشهر وأفضل وأجمل المطاعم في المدينة. يحتوي على 3 مناطق رئيسية، الأولى هي الفناء اللي توجد فيه شجرة كبيرة في حوض من الحصى الناعم تشعل في الليل وتخلي الأجواء ساحرة، وفيها عديد من القاعات الداخلية ويطل مباشرة على البحر الأزرق. وبعد الدورة هذه الكل أنا وعلي شريف ومحمد شليقو وعم حبيب شليقو
شقنا فطرنا في دار زروق ونشوفوا شنو حضرونا المنيو متاع شق الفطر. دوك انت توا اخترت لي بلا هذوما معناها سيدي بوسعيد لي بلا لازمهم يكونوا من البحر الابيض المتوسط مخلطين. انا الحوانت اللي هي جزء من الاسواق مش وحدها اللي تحرك المدينه. المقاهي في سيدي بوسعيد عندها رونقها الخاص اللي ما تلقاهمش في بقيه المقاهي في اماكن اخرى. ريحه القهوه العربي والبن والتي والنعناع، مقاهي حاولت تستحفظ على خصوصية المكان وتخذ منه برشا منذ عقود طويلة، واستمرت في استقبال الزوار متاحة جيل بعد جيل. المقاهي هذه قبل الكوفيد كانت تستقبل عشرات السائحين، اليوم رغم الجائحة مازالوا الرواد من قرية سيدي بوسعيد محافظين على العادة متاحهم وما تخليوش عليها. من قهوة سيدي شبعان كافي دي ديليس، وهي تطغى على كامل المنطقة السياحية، تقع على أعلى الجبل
الأكلة الحلوة الشعبية هذه اللي اختلفت الروايات عليها واللي تسميت على سيدي بوسعيد، يقال اللي أصلها إيطالي وتعود إلى 100 سنة. المهم اللي ما يكلش البنبلوني، في كل زيارة ليه لسيدي بوسعيد كاينو مزاروش. Pour l'hydratation des lèvres, نستعمل بغدو كاكاو SVR.